كلمني رمزي. رمزي ده ابوه وامه هيموتوا عليه، عامل ايه ودنيته فيها ايه؟ لا 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 انا ملحقتش، ده هو يا دوب كلمني على تليفون البيت وقال كلام على السريع وسأل على حضرتك وعليا وعلى الكل وقفل. بس انا انتي ايه؟ سرحت لما كلمني من عمتك برضه؟ لا مش، لا مش كده. من عمتك ومتربيين سوا؟ من عمتك ومتربيين سوا وقلبك لسه متشعلة؟ اه انا عارفة ان هو عبط ومش منطقي، وعارفة ان هو خد سكة تانية خالص، وعارفة ان هو بقى ابعد ما يكون عني، بس هو ده اللي انا حسيته لحظتها، وقلت احكي لك دلوقتي برضو. معرفش ليه هو ده اللي حصل. ماله يا حبيبتي، قولي براحتك، امال هتقولي لمين؟ عموما المشاعر دي نعمة، ربنا يهديه. ايه ده؟ ده هو فاكر ان ربنا هديه اكتر مننا كلنا وبيدعي لنا احنا بالهدايه. ماله؟ طب حضرتك عارف ايه اول حاجه سالني عليها؟ شعري. شعرك؟ الحجاب. قلت له مش محجبه يا رمزي، قال لي ربنا يهديك. ليه؟ ما رضيتش اريحه. قولي له يا رب، الهدايه حلوه بس الهدايه درجات. بس انا برضو احترت شويه. ما انا مادام هتكلم يبقى احكي كل حاجه يا عم حسن. مفروض. ايوه احترت، بس ليه؟ وليه وافقت ان زميلي ده يجي قبل حضرتك؟ جايز بشوف نفسي؟ حضرتك فهمني صح عشان انا مش فاهمه اي حاجه. عبيطه يعني؟ ساعات كده بحس لما ببقى متلخبطه خالص بجرمي كل لخبطتي عندك عشان انت بتبقى فاهمني اكتر ما انا فاهمه نفسي. تفهمني صح عشان انا مش فاهمه اي حاجه، ولا بنتك عبيطه ولا ايه؟ بص يا منولا، هو من ناحيه بنتي عبيطه فدي مساله مش محتاجه فهم. بجد عبيطه؟ اه بس ست البنات. تكلم جد بقى ولا مشيها دلع؟ لا جد بس بشويش. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.